السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي أخواتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فيديو اليوم اللي غنطرق لي بخصوص استدعاء المزيد من طرف الفرق الوطني للتحقيق معه بما يفيد، وكذلك أخبار عن مطالبة بمحاسبة المسؤول المشبوه في قضية محمد المديمي. فقبل ما نبدأ في صلب الموضوع، كنتمنى انكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو باش دائما تصلوا بما هو جديد. اخواني اخواتي، اخبار عن مطالب بمحاسبه مسؤول المشبوه في قضيه محمد المديمي المتسبب في الحكم القاسي الحقوقي باربع سنوات، وكذلك المطالبه بمحاكمه امام العداله. كذلك اخواني اخواتي، استدعاء المزيد من طرف الفرقه الوطنيه للتحقيق معه بما يفيد في التصريح الاخير بخصوص الاعتذار للمديمي وأنباء عن استداد المزيد بفتح المؤامرة والخطة لتبرئة المغنية، وكذلك حصوله على رشوة بما يصل 10 ملايين سنتيم. فإن الله يمهل ولا يهمل، فهي العصابة ولات كتفضح راسها براسها. فكنشوفوا هذه سنتين وحنا كنسمعوا المغنية قربت تشد، هاي منهارة، هاي ساعة قربات، حبس الودايع ينادي، الحمزاوية تحتضر، وكنشوفوا ان حتى شي حاجة من هذا الشيء ما شفناه. فهنا كيتبين لينا ان هناك من يقف وراء هاد حماية هاد المغنية، بعد التصريح المحامي المرحوم بـ20 واللي كان اكيد ان اعطاه كل الضمانات بعدم متابعته في حالة الاعتقال. وها هو اليوم كنشوفوا هاد المغنية مازال كتحيي السهرات والحفلات الأعراس ومرتاحة، وكأن شيئا لا يقع، أن حتى شي حاجة ما وقعت، فهي مرتاحة. فحتى الزوج ديالها اللي كيطمئنها أنها ما غتدخلش للسجن، ربما أن هناك تدخلات من أمراء من دول الخليج يعني بجانب هاد المغنية. فهنا كنقولوا وكنأكدوا فلا أحد فوق القانون. فاليوم كنشوفوا جميع المتضامنين والمتعاطفين مع المديميين ينتظرون تطبيق العقوبة في حق هاد المغنية المشبوهة بعد ما تم الحكم عليها ابتدائيا واستئنافيا بسنة سجنا لأنها ليست فوق القانون. فحنا بغينا القانون يطبق فوق الجميع. يكفي ان مؤخرا هذه شهر ولا شهرين ان واحد طبيب مشهور اللي تم الاعتقال ديالو وراه تم المحاكمه ديالو، فكيف يعقل ان واحد طبيب معروف، طبيب تجميل، يعني تم الاعتقال ديالو، وكنشوفوا هذه المغنيه مازال كتحدى الناس وكتحدى القانون. فالسيد المديمي اللي ضاعت ليه سنتين في السجن من عمره وتعذب ومرض وحتى ما بقى ليه والو، ويخرج من السجن عاد جهاد المزيد كيعتذر بكل جرأة ووقاحة. وهذه صراحة يعني باتفاق، وهذا اللي خرج به جميع اليوتيوبرز وجميع المتضامنين مع الأستاذ مديم، هذه إلا خطة محبوكة من أجل كسب تعاطف وود كل المدينين. وهادشي راه فطلو الاستاذ حليم اللي اكد انه لا سماحه ولا اعتذار، قبول الاعتذار لهذا المزيد. وحتى ان قرار محكمه النقد والابرام اخواني اخواتي اللي مازال متاخر في الرد والجواب عن طلب تقدمه بهيئه دفاع المغنيه، سببه ان المسؤولين، هادشي راه باين وواضح صراحة إخواني أخواتي، فهادشي باين وواضح أن المسؤولين فهم خايفين أنها تخرج يعني بشي دواسة، مقيحين كيف ما صرحات هاد المغنية مرارا وتكرارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت راني شادة دواسة، مقيحين على المسؤولين، ربما فيديوهات، ربما رشاوي، ربما يعني فساد، فأي حاجة فهي غتكون حاضرة. وهنا في غيتبين لنا هاد المغنية فهي مستعدة أنها تنتقم هاد المسؤولين إذا فعلا تم الزج بها في السجن.
في هذا الشيء باش نزيد خارج بهذا الكذبة والسيناريو المحبوك اللي كيحاول أنه يخرجه ويصرح به أمام المن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيأكد أنه كيعتذر يعني للأستاذ المديمي. هذا المزيد اللي كان ملاحظ من الكلام دياله أنه كيدخل وكيخرج في الحضر، إذا تبعتوا التصريح دياله فهو كيدخل يخرج من مرة كيقول هكا مرة كيخرج هكا يعني، وكل الهدف دياله أنه يخرج بتصريح أخير اللي هو أن المغنية فهي بريئة من جميع التهم الملفقة لها، كما خرج هذيك رضا مؤخرا وحتى هو قال نفس الكلام. وهذه خطة محبوكة ومعروفة، فما كنظنش إخواني أخواتي أن الأخ المديمي أنه يتنازل بعد كل هذه المعاناة اللي عانها هو والأم دياله اللي كما شفتو يعني عانت كتير واحتجت أمام سجن الودايا بمراكش، الصراخ وكتشوف هذاك الظلم وكتشوف هذاك الحقرة وكتشوف هذاك المضايقات يعني دائمة اللي كتلاحق الولد ديالها الشريف محمد المديمي. وما ننساوش كذلك الفنانة سعيدة شرف اللي ما تنازلاش لحد الآن ومتمسكة بالقرار ديالها بالرغم من الإغراقات المالية الكثيرة. الناس حاولوا أنه يعطوها رشوة باش تنازل، يعني هادشي غير وراء الكواليس، ان هادشي الأخبار المؤكدة أن هاد السيدة يعني العفيفة المناضلة إنسانة مواطنة سعيدة شرف فهي ما قبلاتش هذيك الرشاوي هذيك الأموال ما قبلاتش وما تنازلتش لحد الآن متمسكة بالقرار ديالها بالرغم من هاد الإغراءات اللي كما ذكرت، وكذلك التدخلات الكثيرة من الأوساط الفنية والسياسية اللي حاولوا أنه يطلبوها أنها عسى وعلى أن تنازل على هذه القضية بالرغم يعني واللي كانت أسفه أن مجموعة من هذوك الناس اللي رفعوا الشكاية ضد هذه الحمزاوية فهم تنازلوا فوق إلا سعيدة شرف والأستاذ محمد المديمي اللي مازال واقف لهم في الحلق، راه باقي يعني واقف لهم في الحلق، ما يمكنش أنهم يعني إلا يتفكوا من هذه القضية وطمسوا هذه القضية وطووا هذا الملف إلا بقبول الاعتذار من طرف الأستاذ المديمي، يتسامح معهم يقول لهم مسامحة، فهو قال لي غير 6 شهور ويخرج إلا تنازل لهم يعني وقبل هذا الاعتذار، فهذا يعني أن الحمزاوية تخرج منتصرة من هذه القضية، وبالتالي محكمة النقد والإبراء هنا في غتخرج خرج بالقرار ديالها. لكن فنانة سعيدة شرف إخناغ فوضت الأمرها الله سبحانه وتعالى وللمحكمة اللي كنتسناو القرار ديال النهائي. وما نساوش ملي كانت باطمة كتخرج وكتقول حرفيا انتم حمقين أنا غنشد، هذا هو الكلام ديالها، واش نتوما حمقين انني غنشد؟ والله ما كرهتش نديركم كلكم في واحد البيت واحد ونشعل فيكم العافيه. هذه هي الكلمه اللي كانت تكررها دائما، يعني كانت صراحه هادشي اللي كتخرج به هاد المغنيه كفنانه لا يليق بها كفنانة وكمناضلة اللي كترفع الراية ديال المغرب. كيف يعقل أنها تهدد المغاربة بالحرب داخل البيت؟